وجهة نظري مفيش نظام نمطي لتفكير الرجال، وكل راجل بيفكر بطريقة مختلفة حسب تربيته وحسب بيئته وحسب البلد اللي اتولد فيها والثقافة بتاعته. يعني مفيش طريقة تفكير واحدة. هو مين اللي بيسأل؟ الأسئلة ما ينفعش تتسأل للراجل حسب مين اللي بيسأل. يعني الأسئلة اللي ممكن أخويا يسألها لي كل حاجة، الأسئلة اللي ممكن واحد غريب يسألها لي شبه ولا حاجة يعني. فهو حسب مين اللي بيسأل. الأسئلة اللي ما ينفعش تتسأل لواحدة ست احنا تعلمنا اللي هو السن، يعني من الحاجات اللي تربينا على انه عيب انك تسأل واحدة ست عندها كم سنة. لا، الستات دي امي وبنتي ومراتي ومديراتي في الشغل على مر السنين. لا، كسبت حاجة كتير جدا طبعا. من الحاجات المهمة اللي خدتها من امي الاتكس. اتكس يعني اخلاقيات الحياة. يعني لما تيجي تسأليني خدت ايه من الستات، لا خدت كل حاجة. الستات لو متجوزين رجالة صالحين متربيين محترمين هياخدوا أمان واحتواء وكل حاجة. لو اتجوزوا ناس مش كده هياخدوا على رأسهم يعني. نكادية، الراجل يتفش من الست النكادية ولسانها طويل والتخنوة، هتتفش من الراجل قليل أدب صليت اللسان وطويل الإيد والبخيل. بخيل الست بتطفش. في المجتمع الشرقي احنا بنرمي على الست دايما ان الست هي النكدية، بس مجرد ان الستات بتدخل في التفاصيل بزيادة. الراجل عامة بيحكم على اشياء من القشرة، بس هو الحقيقة مش كده. هو في رجالة نكدية وفي الستات نكدية الاثنين. هقتبس رد سمعته بس للأسف انا مش فاكر سمعته من مين. يعني ايه الراجل ينور الست هو مش كهربائي؟ لا، يعني هي الست بتنور وهي فرحانة وبتطفي وهي زعلانة، بس بكل بساطة. والراجل نفس الحاجة، لو فرحان هينور، لو مكتئب أو متضايق هيطفي. إيدي على قلبي طبعا أنا سعيد 10 سنين وأخاف طبعا يزنقني في إيه بالظبط، يعني مش قادر أديله الأمان وأنا داخل أعمل الحلقة.